السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كليك اب، انا استخدمه في تنظيم المشاريع والشغل ومثلا بيم اريبيا، حاجات كتير جدا ببدأ انظمها هنا، بحيث بتبقى عبارة عن تاسكات ببدأ ان انا افتكر ايه اللي المفروض ان انا اعمله، وساعات بيبقى في تاسكات ببعتها للفريق. طيب لو جيت تبص هنا، دي الحاجة اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة، اللي شرحنا كليك اب اكتر من مرة. اي اي دي نازلة جديدة، دي ادوات كتير جدا بتساعدك في ايه؟ ممكن تقول له يعني انا عايز اكتب من خلال الذكاء الصناعي، فانت بتكتب رأس الموضوع واهم النقط ويكتب لك مقالة كاملة بالذكاء الصناعي. ممكن تديله الكلام اللي انت كاتبه وهو يبدأ ان هو يحسنه. ممكن تخليه يساعدك في كتابة ايميل، تقول له انا استلمت الايميل دوت وعايز ارد عليه بالايجاب او بالرفض او عايز احدد ميعاد. ممكن يساعدك في ان انت تكتب بلوك بوست. ففي حاجات كتير جدا من الذكاء الصناعي بقت موجودة في الكليك اب. في مواقع كتير جدا الواحد كان متعود انه يشتغل معاه بالطريقة التقليدية، لكن هم خدوا التطور في الذكاء الاصطناعي واصبح مدمج في البرامج ديت، فدي قوة بيمتازوا بيها. مثلا ممكن تقول له رايت ويز اي اي، او ممكن تعمل شات كأنك دخلت على شات جي بي تي، بيقول لك اختار الديبارتمنت اللي انت عايز تشتغل بيه. زي ما انت شايف في حاجات كتير جدا، دول مجرد امثلة. ممكن تقول له عايز ديزاين، عايز ايميل، عايز انجينيرنج، عايز سيرفيس، عايز سي او، سوشيال سبورت، زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اعمل كريت اتست بلان، فيقول لك انت عايز تعمل ايه. مثلا ممكن اقول له مثلا انا عايز اي ار بي مثلا. طيب السيستم، تمام، التكنيكال ديزاين، داتا، الاوتبوت كاتيجوري، التستنج تايب، بارت تستنج، تمام. عايز طريقة المخاطبة، هل هي كاشوال ولا عايز ديفولت ولا بروفيشنال. طيب الجرافيتي، طيب بعد كده تقول له جنريت، فيبدأ ان هو ينشهولك. كتب لك بقى التست اوبجكتيف، دي طبعا احنا ما كتبناهاش، هو كتبها كلها لوحده. السكوب بتاعنا، الريسورس، كل الحاجات دي. ولو في اي حاجه ما عجبتكش قول له ريجينريت، ابدا اكتبها من اول وجديد، فيبدا ان هو ينشرها لك. طيب لو نزلت شويه كده هتلاقي في حاجات كتيره هو بدا يشتغل عليها. زي ما انت شايف كل ده اتعمل بمجرد ان انا بس كتبت له الفكره نفسها. ممكن تقول له انا عايز كريت تاسك او كريت دوكيومنتس، زي ما انت عايز. فدي المزايا الجديدة في الذكاء الصناعي. اي حد شغال فلازم يستعين بالذكاء الصناعي، اي موقع موجود حتى لا يندثر لازم يبدأ ان هو يستعين بالذكاء الصناعي في الموقع بتاعه.